السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وسلامة بإذن الله. استكمالا لما تعلمناه في جيت اكس، وكان اخر حاجة اتكلمنا عنها الا وهي اللايف سايكل الخاصة بالكنترولرز بتاعتنا، فدلوقتي احنا خلصنا كده الستيت مانجمنت، محتاجين بقى نتكلم على فيتشر جديدة في جيت اكس، لان زي ما احنا عرفنا في كذا فيتشر في جيت اكس محتاجين نعرفهم. فيتشر جديدة ألا وهي الجيت ستورج. ايه هي الجيت ستورج؟ دي شبه، هي عبارة عن لايبراري شبه شيرد بريفرنسز بالظبط. وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتعمل سيف لداتا معينة وتكون خفيفة، يعني مش زي هايف او سيكوال لايت، مش زيهم خالص. هي عبارة عن داتا خفيفة بتعمل لها سيف، زي مثلا لو انت عامل لوجن فانت محتاج تعمل سيف للتوكن بتاع اليوزر وهكذا. طب هي عبارة عن ايه؟ استخدامها سهل جدا. تعالى بس ايه، هنعمل نفس الخطوات اللي بنعملها في شيرد بريفرنسز. هنروح على المكتبة بتاعتنا جيت ستورج اهي، ونعمل لها انستول. هناخدها كده كوبي ونروح على البابس كامل، بعد كده نعمل كنترول في كنترول اس ونعمل لها انيشالايز. طيب بعد ما نعمل الانيشالايز بنروح على المين دوت دارت، بس هو لسه الانيشالايز بيتعمل. بعد ما عملنا باب جيت رحنا على المين دوت دارت. طيب هنعمل هنا اي سينك عند الفويد مين، بعد كده هقول له اعمل لي انيشالايز للجيت ستورج. تاني انا هعمل انيشالايز للجيت ستورج، تعالى ما نعمل لها import، بعد كده نعمل لها init. بس في حاجة لازم تكون عارفها قبل ما نعمل اي حاجة يكون فيها async و await، محتاج ان انا اعمل widgets binding، widgets flutter binding dot ensure initialize. دي معناها من الاخر ان انا بقول له اتأكد لي ان كل حاجة معمول لها initialize. لحد كده في حاجة صعبة؟ انا بقول له اعمل init للجيت ستورج واعمل هنا انشور انشالايز. هنروح بقى على ملف الهيلبر. الملف ده لازم يكون معاك، لازم تكون يعني ده زي الجوكر بتاعك. هنعمل فيه فولدر اسمه يوتيلز، ومن الفولدر ده هنقول له مثلا اول فايل معانا اللي هو جيت ستورج دوت دارت او اب ستورج. خليها اب ستورج عشان تفرق ما بينها، خليها اب ستورج. لحد كده في حاجة صعبة؟ اعمل له فاينل مثلا جيت اكس ستورج، هنسميه كده، وهيساوي جيت ستورج ستورج، واعمل كنترول اسف سيمي كولون، واعمل لها امبورت. لحد كده في اي حاجه صعبه؟ طيب يا باشمهندس احنا ليه عملنا جيت ستورج في فايل لوحده؟ ده يا صديقي عشان يبقى زي الجوكر معاك، تقدر تستعمله في الابليكيشن كله عشان تقدر تسيف اي داتا انت عايزها. على سبيل المثال هنروح على الهوم كنترولر، هنقول له مثلا هنا امبورت ل الصفحة اللي احنا عملناها تيست اب هيلبر، بعد كده اروح على اليوتيلز، بعد كده اروح على الاب ستورج. وهنقول له هنا فاكر الفانكشن اللي هي بتاعت التاب مي لما دوس عليها ويظهر لك الاسم بتاع حسام حامد؟ اه. تعال بقى بص هنا، لو انا قلت له جيت اكس ستورج وقلت له دوت رايت، يعني ايه دوت رايت؟ نفس الشيرد بريفرنسز بالظبط، رايت كانها سيف. طب هتسيف ايه؟ كيو فاليو نفس الشيرد بريفرنسز. هقول له الكي بتاعك نيم، طب الفاليو بتاعتك النيم بقى اللي هو اللي انا عامله. لحد كده في اي حاجه صعبه؟ انا دلوقتي عملت له ان انا لما ادوس على التاب مي يعمل سيف للنيم. تعالى نعمل رن، اعمل يا صديقي رن. طيب احنا دلوقتي عملنا الرن، ادي الابليكيشن بتاعنا. هنعمل نافيجيت تو بروفايل سكرين. اول ما انا ادوس على التاب مي ايه اللي هيحصل؟ تعالى اما نشوف. عملنا حسام حامد و
السطر ده اتعمل، عمل سيف للنيم. طيب يا باشمهندس انا مش عارف اذا كان حصل سيف للنيم ولا لا. روح يا صديقي على الاون انت، روح على الاون انت الانيشالايز، هقول له النيم يساوي جيت اكس ستورج دوت ريد دوت ايه ريد، اقرا الكي اللي انا اخدته. طب الكي اسمه ايه؟ الكي اسمه نيم، واعمل كنترول اس. مش بس كده، معلش هتقول له كمان روح على النيم عشان بس نضمن ان الابليكيشن ما يعملش ايرور او كراش. هقول له لو النيم يساوي يساوي نل، هو كده كده مش هتساوي نل صح، بس برضو احتياطا. بص طب خلاص خلينا نشيلها وان شاء الله مش هيعمل كراش. كنترول اس، انا كل اللي انا عايز اعمله بقول له اعمل ريد للنيم. روح بقى كده اعمل باك كده. انا مفروض ايه؟ انا عملت ديليت، عملت ديليت لاي داتا. ما تنساش لو انت ناسي البايندينج ولو ناسي اخر درس احنا شرحناه بتاع اللايف سايكل افتكره او ارجع ليهم. احنا عملنا ديليت، فالمفروض لما انا اخش على الصفحه ما الاقيش اي حاجه. طيب تعالى بقى ما نخش على الصفحه، ايه اللي حصل؟ حسام حامد موجوده. طب ليه حسام حامد موجوده؟ عشان هو هنا راح يكلم الاون انت. الاون انت عملت ايه؟ جت ستورج دوت ريد الكي اللي اسمه نيم، وقامت عامله الانت كنترولر. لحد كده في حاجه صعبه؟ طب عايزين نتاكد يا باشمهندس. تعالى يا سيدي انا اتاكد لك. برنت نيم واعمل كنترول اس، شيل الزوم، اعمل باك كده. انا عملت ايه تاني؟ اهو الاون ديليت، هتخش تاني اهو طبع حسام حامد، بعد كده عمل الانت كنترولر. لحد كده في حاجه صعبه؟ دي الجيت ستورج بكل بساطه ممكنه، موضوعها سهل جدا، هي زي الشيرد بريفرنسز بالظبط، بتسيف فيها الداتا الخفيفه جيت اكس روت رايت وجيت اكس روت ريد. هل احنا هنكمل فيها؟ هقول لك فيها، انا بس بدات بيها عشان دي اللي هنمسك على اساسها دروس تانية كده قدام في جيت اكس، زي الثيم مالتي سيم، المالتي لانجوج، وكمان الراوتنج. نبدا ننظم الراوتنج اللي هو الميدل وير، بس ده ان شاء الله هنشوفه في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.